بعصاها البيضاء تواصل تقوى ملكاوي رحلة تلقيها للعلم والمعرفة، طريق مليئة بالأشواك والتحديات بدأت بمرحلة الثانوية العامة، لكنها كانت حافزا لها لإكمال دراستها بدعم من عائلتها ورفيقاتها. فترة التوجيهي إنه المتطلبات اللي يعني بتستلزم لأنها تكون موجودة مع كل طالب توجيهي اللي هي الدوسيات الأمور هاي ما كانت بتوفر بطريقة برايل، بالإضافة لأنه طبعا الكتب كانت شوي تتأخر لأنه مصدرها واحد فقط في المملكة كلها من الأكاديمية الملكية. تقوى التي أكملت لاحقا طريقها إلى الدراسة الجامعية لتبدأ جولة أخرى من جولات الصراع مع نقص المواد الدراسية بلغة برايل، ما دفعها إلى استخدام المواد الصوتية المسجلة رغم صعوبتها. بالجامعة الكتب مش متوفرة أبداً بطريقة برايل، يا أما كان علينا أنه نشتري أجهزة لحتى تساعدنا نحول هاي الكتب، ومع الأسف هاي الأجهزة تكلفتها كثير غالية، أو أنه منتبع نظام التسجيلات الصوتية، وهذا نظام جداً مرهق أنه أنت تدرس مادة كبيرة مكونة من 200 أو 250 صفحة بتسجيل صوتي، لأنه صعب يعني ترسخ المعلومة بالذهن بشكل كويس. 79% من ذوي الإعاقة في الأردن خارج مظلة التعليم حسب أرقام رسمية صدرت في آخر تعداد سكاني عام 2015، رقم دفع بالمجلس الأعلى إلى البدء بتأهيل 200 مدرسة دامجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية ضمن الخطة العشرية الاستراتيجية. حسب أيضا أرقام وزارة التربية والتعليم لنفس العام تبين أنه يوجد تقريبا 20,000 طالب وطالبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا هم الموجودين في المدارس الآن، وهذا يشكل نسبة 91% من إجمالي عدد الأطفال من ذوي الإعاقة في الأردن. وتبقى الجهود الأردنية الهادفة لتأهيل أعداد أكبر من المدارس الدامجة مرتبطة بحجم التمويل من المانحين. تحديات عديدة تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المحافظات الأردنية تحرم كثيرين منهم من الوصول إلى مدارسهم بسبب بعدها عن منازلهم وضعف بنيتها التحتية، ما دفع بالجهات الرسمية إلى البدء بمشروع جديد لإنشاء مدارس دامجة بعد الحصول على التمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.